بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. كل أفعالنا ومشوارنا في الدنيا هيكون نهايته في الآخرة حساب. هناخد جزائنا على كل أعمالنا ومصيرنا بالأيادي الله الرحمة والعقاب، وكل عمل لوجه الله ورضاه عشان نفوز برحمته ويفتح لينا في الجنة كل الأبواب. بس إزاي نقول الأجر والثواب ونتقي غضب ربنا والعذاب؟ تفاصيل كتير جدا عن الأجر والثواب وإزاي نفوز بيهم وإيه الفرق بين الأجر والثواب والاحتساب، تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضلة الشيخ السلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. أكيد ما فيش حد في الدنيا ما بيسعاش إنه يعمل حاجة ينور بيها رضا ربنا سبحانه وتعالى وياخد بيها أجر وثواب ويحتسب العمل اللي بيعمله عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن احنا محتاجين نفهم إيه الأجر وإيه الثواب وإيه الاحتساب. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أنا بضحك علشان الثلاث مصطلحات هايلين وأقوية جدا ومختلفين عن بعض قوي ولهم عمق، فما شاء الله يعني بداية الحلقة كده قوية جدا بقى. إن شاء الله. شوفي معليك، عندنا أجر وثواب واحتساب. الأجر عارف حضرتك عندي مجموعة موظفين، فبنيجي نقول إيه أجور الموظفين، ما أقولش ثواب الموظفين. طب أجور الموظفين ليه؟ لأن الأجر لابد أن يسبق عمل. الله ينور على سعادتك، عمل وجهد، أدي واحدة. الثواب لا يشترط ذلك. ممكن ربنا يثبني من غير جهد ولا عمل ولا أي حاجة خالص. إزاي بقى؟ حضرتك نيتك طيبة جدا جدا في أمر من الأمور وما عملتيش الأمر ده، تؤجر بنيتك ولا لا؟ أنت عملت حاجة؟ عملتش؟ يعني تقصد أن أنا لو نويت عمل معين، عمل خير، بس ما توفقتش ليه، تمام، فاخد الثواب عليه طبعا كأني عملته، إنما الأعمال بالنيات بس خلاص. الثواب هو سعادتك، لكن الأجر مسبوق بإيه؟ بعمل وجهد. الثواب لا. الحاجة التانية الأجر زي ما بقول لحضرتك أجور العاملين، يعني لا بدي أجر الأجر الإنسان اللي شغال معايا، وكل حد حسب العمل اللي بيقوم بيه فالأجور مختلفة. الله يرضى عني وعنك. يبقى إذن الأجر قد يكون من الله ومن غيره، إنما الثواب لا يكون إلا من الله. تمام. الحاجة اللي بعد كده الأجر دنيوي وأخروي، الثواب أيضا دنيوي وأخروي، يبقى في نوع من الترادف. الأجر لا يكون إلا بخير، إنما الثواب قد يكون بخير وقد يكون بشر، عشان ده في النية. الله يبارك في عمرك. أدي الأجر والإيه والثواب، ده الفرق بينهم. والقرآن استخدمهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال ثوابا من عند الله، يبقى ربنا في القرآن استخدم الاثنين، يبقى ادي الأجر وادي الثواب. نيجي بقى للاحتساب، وخلي بقى لحضرتك بعض العلماء قالوا الاثنين زي بعض بينهما ترادف يعني. طيب أما الاحتساب إيه الحكاية؟ الاحتساب جاية من الجذر اللغوي حسب، حسين به. حسب ده مصطلح قوي جدا، يعني لما أقول مثلا أنا ابن حسب ونسب أدي واحد. طب لما أقول أنا بحسب اللي علي أدي التانية. تمام. لما يقول لي الشمس والقمر، هو يعني إيه ابن حسب ونسب؟ أنا عمال أفكر فيها وأنا قاعدة ما قلتها، إحنا بنقولها كتير قوي، بس يعني إيه ابن حسب؟ ابن حسب ونسب يعني ابن أصول، ده المفهوم بتاع، ده الأصل بقى، مش معناها إن هو يعني لا لابد من العيلة وكلام، مش الغنى ولا الكلام ده، ولكن الأصل الطيب. أيوة الأصل الطيب، الإنسان اللي بيحفظ الجميلة، الإنسان الصادق الأمين، الحسب والنسب. لما أي قيمة إنه يقول أغنياء ولا أخلاق لهم، ده مش حسب ولا نسب. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها. بنت ناس، بنت أصول، بنت أصل طيب، ودينها، فاظفر بذات الدين. نكمل خد التليفون ونكمل. مدام أميرة، ألو. ألو مدام أميرة، تفضلي. أهلا بيكي. أهلا بيكم، عاملين إيه؟ الحمد لله بخير، كل سنة وأنتم طيبين. وأنتي بألف خير يا رب. إزيك يا شيخ رمضان؟ الله يسلم سعادتك يا فندم. أنا بس عندي استفسار. أول حاجة إني صديق زوجي توفى، وهو كان بالنسبة لي يعني كان أب ليا. صديق زوجها توفى وكان بالنسبة لها أخ، بتقولي؟
أب تمام. وأنا وجوزي إحنا الاثنين طالعين العمرة وهو هيعملها له، هل يجوز أنا كمان إني أعمل العمرة ليه؟ حاضر. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، هو كان إنسان جميل جدا جدا، الله يخليك ادعي له، واللي يعني يطلعنا النهاردة إن هو متوفي في الغربة وهيجي بكرة، فادعي له بالرحمة. ربنا يرحمه يا رب. حاضر. عند حضرتك أي سؤال تاني؟ شكرا مدام نمير. نشكرك يا مدام نمير. طيب، هل يجوز ان هي تعمل عمره لصديق زوجها او لاي حد بقى، يعني اي حد ينفع انه يعمل لحد مش من العيله او مش من صله رحم؟ اي طبعا ينفع. ايوه. انا ما اعرفش، انا بسال. اقول لحضرتك الدليل. قول دليل كده واضح قوي عشان ايه نلخص الموضوع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيطوف، ليه واحد بيقول لبيك اللهم لبيك عن شبرمه؟ شين به ره ميم ته مربوط. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلي بال حضرتك ما قالوش من شبرمه، ولا قريبك ولا غريب، ولا غني ولا فقير، ولا حي ولا ميت. سيدنا ما سالش الاسئله دي خالص. فسيدنا النبي قال له حججت عن نفسك؟ قال له لا. قال له هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمه. طب خلي الدليل ده. الدليل الثاني علشان بقى ده ست وراجل، يا رسول الله لها لبيك، قالت له ان فريضه الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على راحله. فريضه الحج لما اتفرضت، ابويا كان راجل كبير جدا جدا جدا، حتى لو ركبناه على فرس ما ايه لا يثبت عليها، يقع يعني. أفأحج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك. يبقى الست تحج عن الايه الراجل، والراجل يحج عن الست. وبالتالي أنا ما عنديش شروط. الحج والعمرة مطلق عمل عظيم وعمل يقرب من الله تبارك وتعالى. فيجوز للإنسان أنه يعمل عمرة عن حد عايش أو حد ميت، حد قريبه أو حد غريب، حد قوي أو حد ضعيف، حد غني حد فقير. يحج او يعمل عمر عن حد وليس عايش شرطا ان يكون قادر. عاجزا. لا من الكذب. جبنا منين الكلام ده؟ لا انا بسألك والله. ما انا بسأل معليك برضه. ايوه احنا بنضيق واسع ليه يا استاذه لمياء؟ ربنا سبحانه وتعالى اكرمني وسافر. اصل لو هو قادر ليه انا اعمل ده عنه؟ ما هو يجاهد ويقدر ان هو يطلع. حلو. وما طلعش وحضرتك عملتيها، ما الذي يمنع؟ معرفش. حضرتك لك صديقه وبتحبيها جدا وما سافرتش. حضرتك سافرتي وحبيتي تعملي لها عمره، ما المانع من ذلك؟ طب واللي بتعمل يعني اللي بتعمل لها العمره بتاخد نفس الاجر كانها عملت هي نفسها العمره؟ ايوه يا فندم. طب اعملي لنا عمره يا اميره معاكي. وحضرتك تاخد الاجر كاملا، يعني اللي عملت العمره تؤجر اجرا كاملا، وزياده الإيثار، وزيادة الصداقة، وزيادة الوفاء. يعني أنا لما روحت عملت عمرة عن أبي، أنا حج عن أبي، أنا أخذت نفس ثواب الحج كاملا وزيادة البر. طبعا. يعني أنا كسبان والأجر راح لأبويا كاملا. فيا جماعة احنا بنضيق الواسع ليه؟ أيوة يا ست اعملي، جوزك يعمل له عمرة وحضرتك اعملي له عمرة وادعي له، وعايزين تعملوا اكتر من عمره اعملوا. احنا بنضيق الواسع ليه؟ فين الدليل يا جماعه؟ قل هاتوا برهانكم. انا جبت الادله دي، جبت الادله على انه سيدنا النبي لم يشترط اي شرط من هذه الشروط، والست تعمل عمره للراجل والراجل يعمل عمره للست، المانع مفيش، ما يدعو مفيش مانع اطلاقا. شغل بقى اصله لابد ان يكون عاجزا، جبت منين؟ شغل اصله لابد ان يكون ميتا، جبت منين؟ يا سيدي انتوا بتضيقوا الواسع ليه؟ ديننا مبني على التيسير، ولا سيما إذا كان فيه أدلة، وأنا جبت الأدلة. فنعم نعمل العمرة سواء كان حي ولا ميت، قريب أم غريب، قوي ولا ضعيف. تمام ندعي له بقى. حاضر. سأل الله عز وجل لهذا الشخص الطيب المتوفى ولكل من مات، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم وسع مدخلهم، اللهم من كان منهم محسنا فزيده في احسانه، ومن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم انس وحشتهم، ارحم غربتهم، لقنهم حجتهم، نور قبورهم، يمن كتابهم، يسر حسابهم، ثقل بالحسنات ميزانهم، ثبت على الصراط اقدامهم، اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اجعل مأواهم الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين. وجاز الأستاذة أميرة وزوجها خير الجزاء لأنهما نموذج حلو للوفاء، تعتبر من المأسورة. ربنا يا رب يتقبل منه. نكمل كلامنا بقى عن الاحتساب والأجر والثواب. نسيت. يبقى الأجر والثواب والاحتساب. احنا وصلنا عند مصطلح ايه؟ الاحتساب. يقول لك حسب يعني ابن ناس وابن اصول. طب وحسب يعني عد، هحسب الفلوس اللي عليا.
تمام، ويوم القيامة اسمه يوم الحساب. أيوه. يوم الحساب ليه؟ عشان ربنا هيحسب علينا كل العمل. تمام، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى بنفسك اليوم عليك إيه؟ حسيبة، يعني أنت اللي هتبقى حسيبة على نفسك. وتسمى كمان يوم الحساب لأنه جاي من الاحتساب. الاحتساب يعني إيه؟ الاحتساب يعني أن أربط عملي بربي. يعني أنا رايح مثلا أزور حد، أحتسب الزيارة لله، يعني يا رب عملي ده يكون خالص لوجهك الكريم. أنا جايب فاكهة ومروح بيتي، في بالي قوي أن أنا أسعد زوجتي وأسعد ولادي، احتسابا عند الله عز وجل. وسيدنا النبي ذكر الاحتساب كثيرا. يعني تلاحظي حضرتك، من صام رمضان ايمانا وايه؟ واحتساب. طب من قام رمضان ايمانا واحتسابا؟ طب من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا؟ خلي بال حضرتك، ان المسلم اذا انفق على اهله نفقة وهو يحتسبها اعظم صدقة عند الله. يعني انا بصرف على بيتي وزوجتي وأولادي وأنا أحتسب النفقة، يعني بحتسبها لله عز وجل وبديهم عشان ربنا أمرني بده، ورابط أموري كلها بربنا سبحانه وتعالى، أؤجر على كل ده. الاحتساب هنا المقصود به أو ربطه بالنية؟ أيوة، النية في الله عز وجل. أنا رابط أمري كله لله تبارك وتعالى، أنا ما بعملش إلا لله عز وجل، وهو ده أحد أسرار إنما الأعمال بالنية. طب ما خلص الجملة، إنما لكل امرئ ما نوى. الاحتساب عظمة عظمة. ليه؟ أنا دخلت الجامعة، أقول لحضرتك يعني مشهد كده الاحتساب. اتفضل. وهقول لك على مثل تاني. اتفضل. يعني أنا دخلت الجامعة، هصلي تحية المسجد، الله أكبر، صليت ركعتين وقعدت. أنا نويت إيه؟ تحية المسجد. خدت إيه؟ أجرها بس. واحد تاني دخل، أنا لسه متوضي، يبقى سنة الوضوء. طيب، وداخل الجامعة، تحية المسجد، والظهر أذن، يبقى سنة الإيه؟ الظهر. أجمع لي النوايا. استني لسه. استنيت. وبعدين ده أنا فيه موضوع شغلني، عايز استخير ربنا، يبقى استخارة. وبعدين ايه؟ توبة لله عز وجل. كم عمل دول؟ خمسة على ركعتين، ياخد اجر كأنه صلى 10 ركعات. ايه ده والله؟ ايوه والله يا فندم، والله احب اسألك شيخ. متأكد بس ده حلو قوي. ايوه والله، ما هو ده الاحتساب يا لمياء هانم، هو ده الاحتساب يا فندم، هو ده الاحتساب. حضرتك تروح عمل من الاعمال، اتخيلت ان كل ركعتين لابد انهم يكون ليهم نيه خاصه بيهم. لا يا فندم خالص، السنه شوفوا تسهيل ربنا علينا. أيوة والله هانم. انا دخلت الجامع، طب انا قاعد في الجامع تمام، بنيت الاعتكاف وبنيت مجلس الذكر وبنيت كف جوارحي عن معصيه الله وبنيت الخلوه بالله، اقول لك نيات زي ما انت عايزه، هو ده الاحتساب يا فندم. ولذلك الصحابه كانوا اذكياء قوي. يعني سيدنا معاذ بن جبل كان يقول ايه؟ اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي. يعني ايه؟ هنام واخد اجر وثواب. هنام ازاي؟ ما انا هنام بدري شويه عشان اقوم قبل الفجر بنص ساعه، اقوم الليل واصلي الفجر تمام، يبقى خدت اجر ولا لا؟ لا لا، هقوم بقى ايه قبل الفجر نص ساعه، اكل زبادي واشرب كوبايه لبن تمام عشان استعد للصيام، يبقى اكل واشرب واخد اجر وثواب. متخيله حضرتك؟ لا لا لا، الله ده فيه جنازه، فرحان قوي. انت فرحان كده يا شيخ؟ اصل فيه بقى ايراط في الجنه. يعني ايه؟ هصلي ورا الجنازه فلي اجر ايراط في الميزان، وهكمل الجنازه لحد ما تدفن بقى لي قيراطين. فهو ده الاحتساب يا فندم، وهو ده اساس الاعمال، وهو ده اذكى حاجه في التعامل مع الله عز وجل. ونعم بالله. فضلت الشيخ، احنا بنتكلم عن الاجر والثواب والاحتساب، وكلها اعمال خير لوجه الله طبعا. عشان ناخد اجر وثواب عليها، والصدقه من اعظم الحاجات اللي احنا ناخد بيها اجر وثواب عند ربنا سبحانه وتعالى، وقيمتها الكبيره جدا. كلمنا بقى عنها. هو من ضمن المعاني العظيمة للاحتساب احتساب الصدقة. أنا ممكن أطلع صدقة وأنا أحتسب الأجر عند الله عز وجل، أخذ بدل الأجر الواحد عشرات الأجور مع الاحتساب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ربط الصدقة بأجور عظيمة جدا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ده بسبب إيه؟ بسبب احتساب الأجر عند الله عز وجل. ما هو الجميل إن أنا دايما دايما أربط أموري كلها بالله. تخيلي حضرتك، أنا بطلع صدقة، بطلعها خلاص وما فيش في قلبي حاجة. يعني مثلا والدي كان رجل بسيط
لم يكن لديه علم الدين، فبيطلع الصدقة مش في باله موضوع الاحتساب ولا تعدد النيات ولا تداخل النيات ولا تزاحم النيات، ولا يعلم ذلك. له أجر والثواب، لكن كلما ازداد العلم كلما ازداد الأجر والثواب. ولذلك يقولوا إيه؟ العلماء تجار النيات. فأنا هطلع صدقة واحدة واخد بدل الأجر 10 أجور أنا محتسبها عند الله عز وجل، أنا ده لقريب مني، لا ده ليتيم. هو احنا بندور على دليل؟ ما هو ده من عظم الاحتساب. ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وخلي بال حضرتك، الأعمال نوعان، أعمال ذاتية وأعمال متعدية. ذاتية دي يعني اللي تخص حضرتك، تخصني أنا، زي الصلاة دي ذاتية، العبادات الأساسية في حياتنا، مش الأساسية والصلاة اللي هي لا تتجاوزني إلى غيري. يعني قيام الليل ده يخصك، أيوة، تلاوتك للقرآن ده يخصك، ذكرك للرحمن ده يخصك، لكن قضائك لمصلحة الناس يبقى كده اسمه إيه بقى؟ تعداني إلى غيري. أيوة. خلي بال حضرتك، ما من عمل صالح ذاتي إلا وجعل له صورة متعدية. طب بتصلي ليه؟ ذاتي هو النص، تنهى عن الفحشاء والمنكر. بتزكي ليه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. طب بتصوم ليه؟ لعلهم يتقون. بتحج ليه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ قال أنفعهم للناس. ده من نعم ربنا علينا أمثال هذه الجمعيات المتخصصة في نفع الناس. قديما لم تكن موجودة، فكان الموضوع مش منظم. دلوقتي ربنا رزق بمؤسسة، وبرضو ما بتبقاش عارف حقيقة الاحتياج الناس دي. يعني من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا ان احنا نبقى عارفين ان الصدقة بتاعتنا طالعة للشخص اللي يستحقها. طب تمام، مظبوط. يعني قبل الجمعية، قبل المؤسسات، حضرتك انت مش عارفة، فبتحاولي على قد ما تقدري بعض معرفتك بتدي. لكن الجميل في الجمعية انها بتدرس كويس قوي، بتدرس من المستحق، وتدرس ماذا يستحق، بتدرس المكان ومحتاج ايه، احتياجاته ايه بالضبط يا فندم. فهي إدارة هيلة للصدقة، مع استثمار عظيم للصدقة، مع تجميع فيدي قوة للصدقة. ده جميل جدا، وهو بيعينك على ده وبيساعدك على ده، فبيوصل الصدقة إلى ما لم تصل إليه أنت. ده عظم احتساب، لأنه كلما كانت الصدقة أنفع للفقير كلما كانت أعظم أجرا. دي نقطة مهمة جدا، فعلى حسب أنا نيتي إيه. طيب، كل أعمال الخير لها أجر وثواب كبير عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن يا شيخ رمضان، ليه بالتحديد المية اللي لها أجر وثواب أكبر؟ سبحان الله، ربنا في القرآن الكريم يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني حياة كل شيء مرتبطة بالماء. يصبر عن الطعام شوية، يصبر على الجوع شوية، لكن لا يصبر على العطش. فسقي الماء، تخيل حضرتك الماء البارد على الظمأ، فهي أساس الحياة، المياه أساس الحياة. ولذلك من تكريم المية أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أسرع الخير ثوابا قال سقي الماء، أفضل الصدقات قال سقي الماء. والجنة فيها باب اسمه الريان، مرتبط بالري، فنقطة مهمة جدا. كمان المية لو لم تكن نظيفة هتسبب أمراض كثيرة جدا، فمن كل اتجاه سقي الماء، منك تروي أحدا من العطش، هي أساس الحياة، هي أساس كل شيء. ولو كانت ملوثة لا يستطيع الإنسان أن يحيا بها، فهي فيها كل خير. ولذلك هي أحد بنود العتاب الإلهي للإنسان. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ودام من عظم أجرها إنك أنت لما تسقي أي حد، غني فقير، قوي ضعيف، محتاج مش محتاج، ملهاش شروط، بالضبط، صدقة كبيرة جدا. كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. يعني لو حضرتك كوباية فاضية وأنا جيت فاتح الإزازة وصابر لما عليك مليلك الكوباية، أنا تصدقت على حضرتك، وليس معنى ذلك أنك فقيرة ومحتاجة، إنما معناه التواصل، معناه التواد، معناه التراحم، معناه مودة المسلمين، معناه التعاون على البر والتقوى. ليس هذا فقط، علمت أو لم أعلم، لو أنا سبب في سقي حد، كبير صغير، غني فقير، إنس جن، إنسان حيوان حشرة، لي الأجر والثواب.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر. فنقاط الماء اللي بتتساقط من الفلاتر أو من محطات المياه فتشرب منها نملة، الإنسان مأجور على ذلك. سبحانك، تخيل حضرتك لو شرب منها حيوان عطشان، أنت مأجور على ذلك، علمت أو لم تعلم. فهو عشان كده ومن أعظم الأعمال ومن أسرع الخير ثوابا. يعني يمكن من الأعمال الخير برضو اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى هي مستشفى البر والتقوى بدمياط، واللي الجمعية يمكن بدأت فيها من سنين طويلة جدا، والنهاردة احنا يمكن كنا متابعين تطورتها، النهاردة وصلت لحاجة حقيقية واقعية على أرض الواقع، وبدأ بالفعل ناس من الناس اللي ممكن تكون محتاجة علاج تقدر تدخلها بكل سهولة ويتم العلاج على أكمل وجه. الشيء الجميل انه المستشفى معمولة بمستوى يليق، ودي احلى حاجة، باسيادنا الفقراء، وده شعار الجمعية ان هم بيتعاملوا مع الفقير والضعيف والمسكين ان هم اسيادنا، وان احنا كلنا فقراء الى الله عز وجل. صحيح. انا الفقير رقم واحد وانت الفقير رقم اثنين، كلنا سواء، ولا نملك شيء في نفسنا بالضبط خالص، والمال الذي اعطيه له هو ماله هو ورزقه هو، لان ما انتش عارف اجر مين عند مين. صحيح. ما انتش عارف. وسيدنا ادريس النبي يقول لن يستطيع احد ان يشكر الله على نعمه بمثل الانعام على خلقه، ليكون صانعا الى الخلق مثلما صنع الخالق اليه. ربنا في القران يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ومن البر والتقوى المستشفى، من البر والتقوى تفريج كربة المكروب. تخيل حضرتك حد فقير ومرض ابنه ليلا وجري على المستشفى انقذوه، مدى فرحة هذا الشخص، مدى سعادة هذا الشخص، مدى احساسه بقضاء حاجته، وربما تكون انت السبب وانت لا تدري وانت نايم، فكتب الله لك من الأجور ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن أعظم فعلا أبواب الصدقات اللي هي المستشفيات دي، لأنها الإنسان فينا يصبر على الجوع، لكن تخيل حضرتك الألم طبعا، ولحظة ممكن تساوي حياة. يعني المستشفيات دي ممكن تبقى سبب في حياة ناس كتيرة جدا. صحيح. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وإزالة الألم عن المتألم نوع من الحياة، وهو أول عتاب يعاتبني عليه ربي، مريضت فلم تعودني، وإذا مريضت فهو يشفين. فإحنا محتاجين ده، محتاجين نساهم في المستشفيات. الجميل أنها ما توقفتش عند كده، عملت مستشفى في دمياط، راح دلوقتي بتعمل مستشفى في الصف، وإن شاء الله البقية جاية، وما زال نهر الخير مستمر بيكم ومنكم وليكم. افرحوا لما تشوفوا حاجة زي كده، شوفوا نتيجة عملكم، شوفوا ثمرة عملكم. جميل انه تلاحظ ان الجمعية منظمة جدا في النقطة دي، ولما بتيجي تعمل تعملش كده وخلاص، بقى بتعمل كويس قوي وبتبقى حاسة قوي بالناس. وهو ده اللي احنا بنقوله، انه اهمية ان يبقى التعاون بيننا وبين مؤسسة بالفعل هي قائمة على ده، لانها بتدرس زي ما حضرتك قلت دلوقتي، بدأوا بمستشفى في دمياط وبعدين دلوقتي مستشفى الصف، فبيدرسوا كل منطقة ممكن تكون محتاجة ايه، زي دراستهم لكل أسرة ممكن تكون محتاجة ايه، لكل قرية ممكن تكون محتاجة ايه، لكل منطقة ممكن تكون محتاجة ايه، والزمن محتاج ايه. فاحتياجات الصيف غير احتياجات الشتاء، واحتياجات من يقيم في محافظة نائية غير من يقيم في محافظة قريبة من العاصمة. كل ده مدروس، وده لا يقوم به شخص، وده جمال العمل المؤسسي. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تلاحظ أن سيدنا النبي ما قاليش مثل المسلمين، إنما قال المؤمنين، لأن الإيمان درجة عالية، وانت عايز تنضم لركب المؤمنين كن يكن في قلبك مودة، وفي لسانك دعاء، وفي يدك نفقة وصدقة. ربنا يتقبل يا أمين. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جماع لخيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صلي وسلم
وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.